اصحابي جامدين الحلقه النهارده ديت كانت جامده جدا جدا. قبل ما خلصنا اللعب قبل حد في حاجه غريبه غريبه يا حبيبي وروحي وقلبي. اصحابي جامدين قبل ما رايحين كده بس اصحابي جامدين الحلقه ديت جامده حبوشكش قبل ما خرج ازاي جنة. بص صحابي جامدين قبل ما خلصنا انت خيرت كل مكان لكن قبل ما تغير احنا لازم نرجعوا كل مكان زي ما كان. صحابي جامدين قبل ما حد سرق معرفش مين السرق. صحابي جامدين قبل معلش صحابي جامدين انت عاد بيعلق استنوا يا حمادة بس يا حمادة معلش صحابي جامدين استنوا عشان النت عندي بيعلق يا ابني بس شو تكتشف حاجة صحابي جامدين استنوا صحابي جامدين اهو صحابي جامدين معلش صحابي يا حمادة بس انا اسمي حمادة يا جدعان انا لسه جاي وراك صحابي جامدين قبل ما غير المكان صحابي جامدين هو قبل ما غير المكان بس صحابي جامدين قبل ما نمشي ديت غريب قوي قبل ما حصل فينا في العربيه حلقه قبل عربيه تخبط بينا يا صحابي جامدين انت يلا نشوف قبل ما العربيه تخبط بينا انا معرفش ايه اللي هيحصل في المكان ده يا صحابي جامدين يلا نشوف ايه هيحصل يا صحابي جامدين في حاجه غريبه يا صحابي جامدين قبل ما العربيه تخبط بينا انا قبل بي جاهزين صحابي جامدين نشوفوا ايه يحصل نركب معايا قبل الهدوم قبل وصلنا عند بنك واحنا خبطنا ياسر خير الهدوم يلا نعرف انت خبطت نفسك يا انت جيت وسبتني مش انا تعالى يا سين يمني حبمثله انت جريت ومشيت يلا انت خبطت وسبتني وقعت انت خبطت ليه انت خبطت وانا بصرخ انت خبطت جامد ايوه على فين انت ايه ده استنى اصحابي جامدين يا جزمي عبيط انت عبيط يا انت خبطت جامد خبطتني انت كسرت عظمي يا سيد راؤول يا ياسين احنا بنسلق طب يا عم انت وقفت تاني جامد بقف ياسين بقى يلا بقى هتوقفنا كتير انت عبيط يا انت خبطتني جامد شويه هتسيب التليفون انت وهو عشان هو يلا يا ياسين مش ياسين هتوقفنا انت خبطت جامد يا رخم هتوقفنا انت خبطت انت بتجري ليه اصلا انا مديرك كنت لا انا عايزك ايه ده انت بس بقى عاملين ايه صحابي جامدين الحلقه كده الرابعه معلش صحابي الجامدين قاعد كله بيتكلم وانا مش عايز حد يتكلم انا انت عارفين ليه كله في فيديوهات بينزلوا ينفعش حد يتكلم مع حد من باباكم ولا عيلتكم تبصوا ولا حد ركب ورانا بيرقص ازاي ايه هتخبط تاني ولا ايه هتعمل حادثه فتحنا فيلم مفيش حد استنى اشوف في مال راح فين البيت يا حبيبي قلت لك مالكش دعوه احنا بنمثله استنى ايه قلت لك احنا بنمثله استنى بس شوف قلت لك احنا بنمثله استنى اصحابي جامدين اصحابي جامدين معلش انا بشتريش بيت يا عم يلا نعمله بيت نعم انا اطلع ثاني
عشان غلق انت بس اللي من قبل ما فين حبوشكش ورا لا وقومهم عربية جيب له مسدس مش عايز يقوم جيب له مسدس حبوشكش ده استاذ صحابي جامدين قافل صحابي جامدين هو بيتعارك معاه انت مش شايف انت مش داخل مش شايف حبوشك يا يلا عشان ورانا شغل يا جري صحابي جامدين ده جبان ده جبان صحابي جامدين زي عفريت بيخافوا زيهم كده يا رني يمشي مش هدي تمشي لعبي صحابي جامدين عربية اخو بس بصوا ايه ده يا ابني انا مديرك يلا بينا مش عايز اغير هو بيت فاضي يا ابني تكريد وشد هو ده المكان اللي انا عايز في حياتي انا اللي اعمل بيت مش انت عارف انا هغير هدومي صحابي جامدين بقى عشان اسكت بقى شويه انا هغير هدومي استنوا كده شويه تعملت بيت وانا بلبس دخلت جوه غيرت هدومي يابا يا صحابي جامدين استنوا صحابي جامدين كده شويه بينا صحابي جامدين صحابي جامدين ايه ده بقى مقفول قوي صحابي جامدين انا مديرك يالا انت بتعمل ايه بعمل عربية بتاعتي نعم دخل مالك بتزمر ليه مش انت مش هببالك شوف ايه بقى في التلفزيون النهار يا عم افتح لي التلفزيون لا ينفع طب ممكن ينفع اشغله انا تلفاز لا ينفعش تلفاز ينفع اشمعنى انا تدوس عليا طيب انا بس طب انا عشان عايزه اشغل لا افرق الاخبار لا انا عايزه افرق الاخبار بقول لك لا لا انا هقعد ردك من الشغل بقول لك لا يا هترد من الشغل انت انت طالع فوق ليه ردك من الشغل براحتك ها ابني لا يا عم عايز تدري انا خلاص اشغل عشان نشوف الاخبار يعني عم اشغل الاخبار عشان ولا على الدستوري عند البوليس الدستوري بوليس ده البوليس ده على الدستوري بلوك بوليس ما لسه افتحه بالبص لا انا مشغله الكمبيوتر عليه انت بتدوس عليا عشان انا عايزه اجيب دي ريموت تدوس عليا مفيش ريموت انا ما عنديش ريموت ايه ده صحابي جامدين مثلا استنى في الفيلم توادي شكله تليفونه بيعلق صحابي جامدين سين موبايلي بيعلق استنوا صحابي جامدين نقفله فين دلوقتي نستنوا شويه كده عليه اوه اشتغل يلا بص دوس عليه عشان انا عايزه افرق استنى ده اشتغل هو ده ده اللي احنا هو ده بوليس هو ده ده اخبار مش خشبين قبل ما حصل في المكان ده قبل بسبايدر مان مجاش دي حاسه قبل كان سبايدر مش موجود هنا حاسه قبل كان هو مطفي جه وطفيه وكده ما هو في عربيه غريبه جدا اللي هو اسمه حماده الحماده اللي هو اللي ناس عربيته حرقت قبل خلاص هو جه وصلحه قبل ما فينوم مات وبقى انا بقى وفينوم رجع تاني ومعرفش فين مرجع ازاي تاني من مديري نعم مديري هو ده اللي حصل بعربيتي ومين فينو ده لا انا موته خبط لي عربيه
ما طلعت العربية فوق الطب دخل عريقة على العربية على طول. قبل ما حصل الكل اخبروا الخشبين لازم خشبين يكسروا كل مكان اللي فيه اشرار. وسبايدر مان لازم يزعد. سبايدر مان اتاخر قوي عشان هو كانش موجود كان بيسافر بره. قبل ما يجيبها فيه وهو كان هو كان حمادة كان جاي عشان يوصله البنك قبل ما رجع من سفر. قبل ما جه هنا مع السلامة وخشبين الفيلم يقفل. استنى اتفرج على الفيلم يا عم. وانا كنتش موجود كل ده حصل عشان انا كنت في العربية وانا نزلت العربية وبجري بنادي عليك. انا سافرت اصلا. لا انا كنت بلحق الطيارة وجيت لها وطلعت. ده انا اصلا كانت والطيارة وقع بيا وانا دوست على الشبكة بتاعتي وطيرت عشان كان بيقع بيا. استنى اشوف طيرت. التلفزيون طفيناه. اخبار ايه ده؟ في اخبار. تعالى نفرق على الاخبار. في حاجة شفتها. اخبار الخشبين. في حاجة حصلت. في حد اتكسر المكان كله ده النهاردة. لازم سبايدر مان يجي بسرعة. ولا انت شايف سبايدر مان؟ وانا كنا عايز اكون مايو ساسي. ها ياسين اصحابي جامدين. استنوا بقى عشان احنا نجهزوا نفسين قبل مع كل مكان يتكسر. اصحابي جامدين جاهزين. اصحابي جامدين. الحياة دي نشوف انا اديت له هدوم عشان يسقط شويه. يلا بينا اصحابي جامدين نفتح الفيلم. يلا نركبوا ستوكر بتاعنا. استنى يا ستوكر اللي انا بركبه على طول بتاع الشبكه. يلا نقفل الباب وجيب الستوكر بتاعك. تحت من فوق. يلا بينا كده كده. في الاخبار فين؟ عند عند العربيات. بسرعه فين العربيات؟ ايه ما عند بتصلى. لا هو لا اللي انت بتصلح فيه على طول. ما حد ماشي. لازم نروح له بسرعه قبل ما كان كله هيتكسر. طب عيب. اهو وصلنا له. انا خدوا دي. خد دي. هضرب ازاي؟ ده شوبا. هو بجري اللبس اصفر ده. هو عملش حاجة. هو بيمشي يمشى بيمشى. تعالى ورايا بس. هو بيمشى ملكش دعوة. انا اشوف اللي ماشي. انا مديرك. اسمع كلام مديرك. حاضر استنى. هو بيعملش حاجة. تجريش وراه. انا بجريش ورا الولد. انا بجري ورا. هو موته صح. التاني اللي هو مشي ده راح فين؟ راح فين ده؟ اتصل بيه. الو انت فين؟ الو انت فين؟ انا مشيت بعيد. ارجع تاني. خلاص على الاشرار. يلا مسا عليكم. ازيكم صحابي جامدين عاملين ايه؟ النهارده بقى عايز اقول لكم يا صحابي جامدين دي حلقه الرابعه. زي النهارده عملنا الحلقه الثالثه. وبكره يوم بقى يوم الجمعه نعمل له حلقتين وكمان السبت حلقتين. يمكن الحلقه ديت حلقه 5 6 اللي هي الجمعه والسبعه السبت
نجس يا عم. سبت سبعة تمانية وكده الحد تسعة وبس يا صحابي جامدين. خلصنا التمثيل. نعم يلا عشان نمشي. كلامك صح ياسين. بتمشي قدام خالص ليه؟ كده ياسين ماشي قبليا كده ليه؟ خلصت خلاص. ايه ده؟ منين واحد بيقطع ليه؟ قطع كابلك التلفزيون لسه وقع يقطع. والله النار. بس ده كده هكون محروقه. لا لا راح هدومك. صحابي جامدين زيك. يا انا مديرك. ها انت كل ده لابس هدومك؟ لا انا لابسها. لو انت لابس شنطة سبايدر مان. طب مولع الشكلي دي مظلمة. ما انا مولع النار اهو. انا عايز اطلع في جنينة. تطلع ليه؟ عشان العب. ابعد ياسين ابعد. بقول لك ابعد. افتح. استنى يا سيدي. افتح كده انت. وبيعلق. وشوف طلعت كده. لسه فات. الله بس صحابي. ده ايه مكان الجميل؟ يطلع من السل. ايه مكان الجميل ده؟ طلعت. اوكي سي. ايه ده؟ ايه السلة صار في تلفوني ده؟ ايه ده؟ استنى. الاخبار العربيات اتحرقت. بيرد على الاخبار العربية اتحرقت. ايه ده؟ لازم نمشي. تعالى خلاص خلصنا فيلم. زي اصحابي جامدين فيلم خلاص خلص. اصحابي جامدين حلقة جامد. اصحابي جامدين. نشوف ايه العربيات اتحرقت. ده هو راح فين؟ مشيت. خلاص يا اصحابي جامدين. قبل ما بقفل الفيلم هو بيمشي. اصحابي جامدين. هو بقى اوعى تنسوا بقى الفيلم خالص. مع السلامه. استنى يا سين.